لو الحكاية فيها إن فيتو أنا غلب حد ده هو يا سيدنا من أسرة فقيرة وخد بكالوريوس هندسة عين شمس مدني ورتب أموره ولم حاله ورايح الإمارات علشان يكون نفسه لأنه هو من أسرة فقيرة. يعني إحنا الاثنين على المعاش خدنا مكافآت في التربية والتعليم 50,000 50,000 يعني. تفضل يا سيدي. تليفون يعني مرضو رحت الإمارات ما حدش يشوفه زي طلعت من الكنيسة دلوقتي وهيروح يدفن أروح بلا أنا على القهر يا سيدنا على القهر واحد رايح يأكل عيش يضرب الإرهاب يحرق بالنار يقول لك أنت عادة أموال الموت أنت عادة الموت السبب واحد هو موت يا ريت كان ولدي لان انا موتي مش هيفرق في البيت يعني خلاص خلصت واولاد كبار لكن ده شباب صغير.